اهلا بيكم في الفقره الاخيره من الاهلي الليله. النهارده ومعانا نجوم العاب القوى اللي حققوا في البطوله العربيه او الذهب هناك في البطوله العربيه اللي كانت اقيمت في تونس في تقريبا من اسبوعين. يعني لازم نبارك لهم ولازم نقول لهم الف مبروك ليهم. فعلا دايما رافعين رايه النادي الاهلي ورافعين رايه مصر في كل المحافل الدوليه والرسميه. كابتن احمد حمدي منورنا ومشرفنا. ومعانا كابتن روان وليد مشرفانا ومنورانا. كابتن روان ازيك؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ومعانا اخر نجمه وبطله كابتن شاهيناز سيد. كابتن شاهيناز الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. يعني البدايه لعبتي قرص مظبوط؟ رمح. رمح البدايه رمح. ليه اخترتي الرمح؟ لعبه يعني حسيت يعني كنت بلعب في الاول كده يعني برمي عادي. الكابتن جه عادي وجهني كتير وكده يعني لقيت انا كويسه فيها يعني واللعبه جميله جدا اصلا. يعني انت في النادي الاهلي بداتي على طول رمح ولا لعبتي قبل كده العاب وبعد كده رحنا لملعب العاب القوى؟ لا انا لعبت رمح على طول. يعني ده كان اختيارك انت على طول؟ اه. كابتن احمد حمدي كان اختيارك برضو القرصه والجله ولا؟ اه كان اختياري وكابتن عيد كان بيحفزني ان انا ادخل يعني. اه يعني كابتن عيد هو السبب ولا انت برضو اللي رحت لالعاب القوى لوحدك ومحدش قال لك روح العب العاب قوى؟ هو كابتن عيد اختارك السبب وانا رحت برضو. انت اللي رحت. كابتن روان ايه القرص برضو نفس الكلام انت اللي رحتي؟ هو انا رحت بس انا الموضوع ما كانش في دماغي قوي يعني. بس بعد كده حسيت ان انا يعني كان في موهبه يعني واحده واحده. حسيت ان اللعبه دي انا متميزه فيها. بس فكابتن عيد برده كان يعني واقف جنبي جدا جدا وهو طبعا بفضل ربنا ثم هو. بس يعني حبيتها فعلا ولقيت فعلا ان انا واحده واحده بطلع فيها يعني. اكيد الفضل بيرجع للمدربين لكن طبعاً. اكيد برضو بابا وماما ليهم فضل. اكيد طبعا مامتي. اكيد قولي لي بقى بتعمل ايه معاكي واحكي لنا كده. انا دايما مامتي محفزاني ودايما يعني ظهر ليا وسند ليا فعلا. ودايما مشجعاني ان انا اخش دايما واعمل بطولات واعمل ارقام وهي نفسها طبعا ان انا ابقى احسن طبعا. بس يعني وانا ان شاء الله اقدر ان انا ابقى قد حسنها يعني ان شاء الله. احمد اكيد قبل ما تسافر البطوله العربيه تدريبات شق، تدريبات بتتعب بتضايقك، اصحابك كلهم بيخرجوا لكن انت بتتجه الى التدريب. بتوازنها ازاي؟ بركز في التمرين وببقى عايز اتمرن عشان اعمل حاجه لما اسافر يعني. يعني النهارده كل اصحابك يقولك تعالى سيبك من التمرين افكس التمرين وكده مفيش ولا هو تدريبات بس؟ لا هو تدريبات. بتركز في تدريبك بس. اكيد تحقيق البطوله او تحقيق ميداليه كشاهينات تبقى بطله عربيه اكيد بتبقى وراها خلفيات كتيره جدا. تعبتي ازاي؟ اتمرنتي ايه؟ ايه التدريبات اللي كانت بتتعبك جدا اللي انت فعلا كلاعيبه ما كنتيش حباها انت عليها لكن عملتيها عشان توصلي للميداليه اللي انت وصلت لها؟ انا يعني بتمرن كل يوم، بتمرن الصبح واخر النهار. بتمرن من في حدود مثلا 3 ساعات 4 اخر النهار او 3 ساعات ونص. والصبح جيم وكده. لا ما فيش تمرينات ما كنتش حباها. انا كنت بتمرن عشان خاطر انا عايزه اوصل لهدف معين حطاه، عايزه ان شاء الله اكون بطله عالم. وكمان بابايا ومامتي بيتعبوا معايا جدا طبعا. ودايما بابايا معايا ويوصلني وكدا. بابا اللي بيوصل ولا ماما؟ انا اول مره اشوف حد بابا يوصل دي بصراحه. انا عارف ان ماما هي بتوصل، اول مره اعرف ان بابا بيوصل. لا بابا بيرجع من الشغل بيوصلني. ولو عنده شغل مامتي بتوصلني، انا ما بيسيبونيش. ودايما حاطين املهم ان انا ايه هحقق حلمي اكون بطله عالم ان شاء الله. ناويه وان شاء الله اكيد طبعا. يعني اخذنا مراحل اللي انت توصلي بطوله العالم. اخذت الحمد لله افريقيا ثالث واخذت اول عرب وان شاء الله ان شاء الله البطوله الجايه العالم السنه الجايه 20 سنه ان شاء الله. روان اكيد الجيم فيه مشاكل، انا عارف اصل المواضيع دي. اكيد الجيم ده بيكون حاجه بقى زهقت متعبه جدا يعني تحكي بتعدي الوقت ده ازاي مع نفسك؟ طبعا هي حاجه متعبه جدا بس فعلا يعني الواحد لما بيبقى عايز يوصل لحاجه فبيضطر يعمل كل حاجه عشان يوصل لحلمه يعني. فده طبعا كان حاجه متعبه بس كانت بالنسبه لي ان انا لازم اعمل كده عشان اوصل. فكانت بالنسبه لي برده متعه ان انا اعمل كده عشان اوصل برده للعالم ان شاء الله يعني. طب ايه بقى اصحابك اللي يقولك يسيبك بقى بالتدريب؟ لا ما كسي اعملي يعني هتوجع دماغك لسه طلعت حبيبي بتعملي معاهم بتقولي لهم ايه بصراحه؟ لا لا ما بطوعهمش يعني. بس لما بتجيبي ميداليه بتحسسي ان يعني تحسي ان انت حققتي الهدف اللي انت طبعا حسيت. يعني بحس ان انا تعبي اللي هو ايه
شفت تعبي ان انا عملت حاجه، فاللي هو ايه حاجه بتقدر تعبي بس. فده بالنسبه لي ان انا ببقى مبسوطه جدا يعني. هايل. احمد انت بتدرس ايه؟ بدرس ايه في... بتدرس ايه يعني في لغات. دراسه تدرس في دراسه اكيد، ثانويه عامه ثاني ثانوي ثالثه ثاني ثانوي. بتوفق بين الاثنين ازاي؟ ما انت بطل، المفروض البطل ده برضو بيبقى في وقت دراسه ووقت تدريب، بتوفق بين الاثنين ازاي؟ ساعات بغيب من المدرسه وبخلي اصحابي يبعتوا لي الحاجه اذاكرها. هايل. وساعات بروح المدرسه واروح التمرين بعد. بيقولوا لك ايه في البيت ساعتها لما بتفكس بقى على المدرسه؟ خلاص انت كده بتفكس مدرسه، بيقولوا لك ايه؟ هات حاجه عشان ذاكرها يعني. لا البيت عندك يقول لك لا يعني ازاي ما تروحش المدرسه لازم تروح وكده، ولا بتعمل ايه معاك؟ في اوقات بيبقى كده وفي اوقات بيبقى عادي عشان هم عايزيني ابقى حاجه يعني. اه عشان اوصل بطوله العالم وكده لازم اتمرن واتعب يعني. اكيد ده لازم يكون الرياضي بيتعب على حاجات كتيره، دي حاجه طبيعيه جدا. شاهيناز المنافسه اكيد لما رحت هناك البطوله العربيه في تونس كانت في منافسه قويه في البطوله العربيه. اتنافس معاكي مين؟ ابطال مين؟ ابطال تونس. ابطال تونس. تونس وبنت من مصر معانا. بنت كمان من مصر في النادي الاهلي؟ لا من بره. دي من مصر. اه ايه اللي حصل؟ بتشوفي المنافسه دي ازاي مع التوانسه وبيلعبوا في وسط تونس وجمهور وناس بتشجع؟ بتحمسني يعني، لما اشوف حد بيرمي احسن مني بيحمسني يعني. انا لا انا هرمي انا اعلى. بس شفتها ان هي كانت حماس ليا ان الجمهور بتابعهم واللعيبه بتلعب ضدي وكمان لعيبه من مصر. لا شفت المنافسه لصالحي يعني. هتجهزكوا ازاي للبطوله دي؟ يعني اتجهزتي ازاي؟ اتجهزتي جوه النادي؟ جوه النادي كانت بتمرني في النادي بعد كده بتسافري على البطوله على طول، ولا كان في معسكرات معينه عملتوها قبل كده؟ لا احنا من النادي جهزنا ورحنا على البطوله على طول. كروان اكيد برضو سؤال مهم جدا، بتوقفي بين الدراسه وبين اللعب ازاي؟ الاثنين مهمين جدا والبيت بتجري بقى. سيبك الدراسه برضو زي احمد ولا بتعملي ايه؟ لا ما بسيبش الدراسه، لا بدرس وبتمرن. بالعكس ان الرياضه بتساعدني يعني ان انا اعرف انظم وقتي. لا وبعرف يعني انظم وقت الدراسه ووقت التمرين. هو اوقات فعلا الواحد اللي هو بيبقى تعبانه فعلا بيبقى فيه تعب ما بين الدراسة وما بين التمرين. بس أنا يعني مع الوقت الواحد بيتعود يعني بيبقى حاجة. أوقات الامتحانات بالذات بيكون فيه مشكلة. أو فعلا بتوفقي المعادلة الصعبة دي إزاي؟ أكيد ما ينفعش تسيب التمرين شهر. لا يعني مثلا ممكن يعني مثلا أسبوع الامتحانات هي اللي ممكن مثلا ما روحش التمرين. بس بعد كده برجع. اسبوع امتحانات ولا حتى بتنزلي تجري الصبح ولا اي حاجه بتقعدي خالص؟ لا لا اوقات بعد ما بخلص امتحان واخلص الدرس اللي بيبقى بعديه مثلا بنزل التمرين، بيبقى حاجه مجبره ان انا اعملها. اكيد احمد لما يكون بطل قرص وجله بتبقى الامور فيها كلام. ازاي قرص ولا جله وازاي بتوفق بين التدريب ده والتدريب ده؟ بتمرن الاثنين يعني، اخلص القرص مثلا ادخل اتمرن جله. بس اكيد تكنيك القرص غير تكنيك الجله. لا يعني قريب ليه؟ ما هو قريب، واحد بيترمي كده والتاني بيترمي كده، دفع الجله صح ورمي القرص صح، ولا تحت المطرقه في الاخر، لكن ده رمي قرص. اكيد في تكنيك مختلف يعني، اكيد في عضلات بتشتغل مختلفه، اكيد في تدريبات في الجيم مختلفه. التدريب يعني الواحد بيعرف الحاجات الفرق يعني بالتدريب. اكيد في فرق في التدريبات. طب مين بيساعدك في الكلام ده؟ المدرب. المدرب هو اللي بيقول لك اعمل كذا. بتمرن ايه جله وقد ايه قرص؟ ممكن مثلا يعني برمي لحد ما اتعب. بترمي لحد ما تتعب يعني ساعه اتنين تلاته مثلا هنا؟ لا هي ساعه وساعه. ساعه وساعه تقريبا. هايل. طيب من وجهه نظرك البطوله العربيه اصعب ولا البطوله الافريقيه اصعب؟ الافريقيه. ولماذا؟ يعني عشان كان معايا يعني انا في العربيه يعني معايا ناس عرب انا شفتهم في الاول بيرموا كام وكده. لكن افريقيه انا ما كنتش قاري التوب ليست ولا اي حاجه، ودخلت يعني لقيت ناس قويه والمنافسه شجعتني برضو، بس يعني كان منافسه قويه اقوى من البطوله العربيه. مش اقوى من البطوله العربيه، ولكن الجمهور كان اكتر كمان. طب شايفه ان انت تقدري تحققي بطوله افريقيه في المستقبل القريب جدا؟ مع كل التنافس الكبير اللي انت بتتكلمي عليه ده. مين اكتر دول في افريقيا نقدر بتنافس معانا او احنا نقدر ننافسهم؟ جنوب افريقيا. جنوب افريقيا يعني شايفه ان جنوب افريقيا هي ايه المنافسه هي المنافسه بالنسبه لنا.
متفقه معاها روان في ده ولا شايفه البطوله العربيه هي الاصعب؟ لا لا فعلا الافريقيه اصعب يعني هم عامه بيبقوا اقوى كمان في الرمي يعني. اكيد وانت بتلعبي في النادي الاهلي الهدف الاساسي رقم واحد ده بيحط عليكي عيب لما تروحي منتخب مصر نفس الكلام اللي اتعلمتيه في النادي تحطيه في منتخب مصر أكيد. هو ده الوضع بالنسبه لنا طبعا اكيد ان شاء الله يعني باذن الله. اتعلمت ايه في النادي الاهلي بالظبط؟ اتعلمت ان انا يبقى عندي طموح ابقى وكمان مش اللي هو ايه مثلا ادخل الماتش ابقى بس بصه اني اعمل اول لا يبقى ليا رقم والعب على رقمي ده باذن الله يعني البطولات الجايه باذن الله هو ده اللي هعمله يعني باذن الله ان شاء الله. ماشي يا روان هكمل على الارقام وهنتكلم على الارقام ونتكلم على التاريخ بتاعهم نطلع لفاصل ونرجع نتكلم على ارقامهم القياسيه والارقام اللي هم حققوها في البطوله العربيه وارقامهم الشخصيه. اهلا بيكم مره تانيه في اخر فقره النهارده معانا واخر حوار مع نجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده نجوم العاب القوى اللي فازوا بالبطوله العربيه في تونس مؤخرا في القرص والجله والرمح ما شاء الله عليهم فعلا نجوم من ذهب نجوم على الطريق ان شاء الله باذن الله قريبا جدا يكونوا ابطال افريقيا ويطلعوا لابطال العالم زي ما هم بيقولوا اكيد الطموح عندهم موجود بسبب وجودهم داخل النادي الاهلي لان النادي الاهلي ما بيعرفش غير المركز الاول وهو ده الطموح اللي بيوديهم في منتخب مصر وان شاء الله دايما رافعين رايه مصر في كل المحافل الدوليه العربيه والافريقيه والعالميه. احمد اكيد بتتابع ابطال كبار في العالم اكيد بتتفرج عليهم بقى وتقعد تتابعهم في البطولات ولا بتتفرج عليهم ازاي؟ انا بجيب فيديوهاتهم واتفرج واتعلم التكنيك بتاعهم واشوف بيدوروا ازاي او بيرموا ازاي عشان اخد فكره يعني عن بتاخد فكره عن الموضوع شكله ازاي او تاخد فكره عن الرمي القرص او الجله ازاي طب سؤال مهم بقى بتشغلها بطيء وتقعد تشوف التكنيك بتاعه شكله ازاي ولا بتتفرج بيبقى في فيديوهات بطيء وفي فيديوهات عاديه بحاول القط منها حاجات عشان اتعلم اكيد بتشوف لعيبه كبار في مصر في القرص والجله ولا في بتتفرج عليهم يعني مش كتير بس في حد منهم معايا فيديو ليه يعني بتقعد تتفرج عليه قولي روان مين بتتفرج على مين في مصر في الابطال المصريين اكيد عندنا ابطال في القرص بتتفرج عليهم اكيد طبعا في بطل ريما برضو بطلة افريقيا ما شاء الله وفاديه كانت بطله سابقه كانت بطله سابقه تمام يعني برضو هما اتعلمتي منهم اكيد طبعا بتقعدي تزودي نفسك ازاي من ناحيه اللي هي نقول التدريب كويس تدريب قوي جدا بتتمرني اكيد لازم تقعدي تتفرجي على فيديوهات او تتفرجي على اليوتيوب عشان تشوفي الابطال العالميين بيوصلوا لفين اكيد بتاخد من وقتك قد ايه تقريبا هو دايما يعني يعني بتفرجيش على كوره لا لا مليش. ولا حاجه خالص بتفرجي على العاب القوى بس بتقعدي تتفرجي على كل العاب القوى ولا بتتفرجي على الرمي بتاعك بس لا الرمي بتاعي عشان كمان استفيد من التكنيك مثلا يعني ساندرا بطله العالم فبستفيد منها بصراحه التكنيك بتاعها ما شاء الله يعني فدي ممكن اللي ببص عليها كتير وبتفرج عليها كتير يعني شاهيناز اكيد بتتفرجي واكيد بتتابعي لكن الطريق عشان تبقي بطله عالم طريق طويل قوي لكن اكيد كل واحد ليه هدف لازم يحققه شايفه نحقق الهدف ده ازاي اتمرن اكتر واركز في التمرين اكتر واتعب اكتر عشان اوصل لده واتفرج على فيديوهات كتير اتعلم تكنيك اكتر يعني اصلح التكنيك بتاعي ولازم ما يأسش يعني يكون عندي طموح حتى لو حصل حاجه في النص لا مش هيأس انا هكمل عشان الناس اللي تعبانه عشاني يعني عندك سبيريت قوي جدا ان انت تكملي بالشكل ده وناويه ان شاء الله تقريبا هاخد منك كلمه مش وعد لكن هاخد منك كلمه تقريبا توصلي بطلة العالم امتى؟ ثلاث سنين اربع سنين خمسه زي ما انت شايفه شايفه ان ثلاث سنين ثلاث سنين يكون مناسب توصلي لبطوله البطوله بتاعتك ان شاء الله اتمنى لك التوفيق يا رب باذن الله يا رب شاهيناز باذن الله اتمنى لها التوفيق جدا ان ربنا يكرمها وتوصل الى بطله العالم ودي حاجه تسعدنا كلنا كنادي اهلي وتسعدنا كمصر خلينا ناخد تليفون مهم النهارده معانا كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى في النادي الاهلي مساء الخير يا كابتن ياسر مساء النور وكل عليك يا كابتن خالد وعلى كل قناه الاهلي وضيوفنا الحلوين البرامج بتوعنا المبشرين بخير البراعم بتوعنا ما شاء الله عليهم كبروا وحققوا ان شاء الله الحمد لله البطوله العربيه في تونس ما شاء الله انجازات كويسه اذا كان احمد حمدي اذا كانت روان اذا كان شاهيناز ما شاء الله عليهم محققين فعلا
ميداليات مهمه جدا في البطوله العربيه. دي حقيقه وده عهد النادي الاهلي قبل انتخابات. ما نخص بالذكر العاب القوى طبعا وانتخابات بقى الجماعيه برضو. ده دور النادي الاهلي القومي والوطني والرياضي والتربوي ان احنا فعلا بنفخر ان قوام المنتخب من 80% من النادي الاهلي ومن ولادنا ودي ذاكرتنا يعني تسليم وتسلم الحمد لله. كابتن ياسر انا ما بسال شاهيناز بتقول لي انا اتمرنت في النادي وسافرت البطوله العربيه، ليه في المنتخبات ما اعرفش؟ انا بسالك بقى عشان اعرف ليه، هل المنتخبات كلها بتتمرن داخل النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي مره في النادي الاهلي وبعد كده تسافر على طول؟ مفيش معسكرات تبع الاتحاد ولا ايه بالظبط الموضوع؟ يا ريت تقول لنا. هو طبعا النادي الاهلي جوه التدريب بتاعه فعلا هو بكل امانه قلعه رياضه، احنا اكتر ناس بنتمرن اكتر ناس بنبذل جهد سواء كان لاعبين او مدربين او اداريين او نشاط رياضي. اللعيبه بتوعنا بيحسوا بدون يعني فعلا اكتر ساعات تدريبيه بياخدوها اولادنا. عشان كده احنا يعني في معسكر مفتوح دايما في النادي الاهلي. ناهيك عن طبعا ميزانيه الاتحاد، هي طبعا مش عايز اتدخل فيها طبعا لان هي ميزانيه لا تسمح بمعسكرات خارجيه كثيره. هو ده النادي الاهلي دايما بيساعد المنتخبات المصريه في كل الالعاب يعني. هو ده دورنا كابتن. وبعدين هو فعلا احنا شايفين معسكر مفتوح طول السنه 12 شهر. كابتن ياسر عندهم بطولات تاني في المرحله اللي جايه وعندنا ابطال تانيه مسافره قريب لبطولات تانيه ولا داخلين خلاص استعداد لبطولات الجمهوريه وبطولات العاب القوى في مصر؟ احنا فعلا هنبتدي بطولات الكاس. بطولات الكاس طبعا حضرتك عارف كنت خالد بتبقى شبه نوك اوت يعني ميداليات ذهب مفيش بونت فيها مفيش فرصه للتعويض. احنا فعلا هيبدا الموسم بتاعنا بالدرجه الاولى يعني عروس البطولات كلها الاسبوع ده ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله 24 يوم 24 اسف. طبعا في بطولات خارجيه كتيره جايه في السكه يعني احنا بدايه هنبتدي نستعد لدوره الالعاب الافريقيه ان شاء الله اللي هي في اخر شهر 8 ده بالنسبه للمنتخب الاول وال20. في بطولات طبعا بالنسبه لل 18 سنه برضه بطولات عالم وبطولات افريقيه تحت 18 سنه اللي هم طبعا الاولاد الابطال بتوعنا مع حضرتك بيستعدوا ليها ونفسهم يشاركوا فيها ويحصلوا على ميداليات باذن الله تعالى. انما طبعا اكيد في يعني هنبتدي مشوارنا من شهر اخر 8 ان شاء الله حتى على مستوى البطولات الافريقيه الحمد لله. الحمد لله. استعداد الفرقه الدرجه الاولى لكاس مصر في المرحله اللي جايه اللي هو هيبدا كمان اسبوع على طول، استعدينا من امتى كابتن ياسر؟ لا احنا بنستعد من شهرين ثلاثة فاتوا. انتوا 12 شهر شغالين ولا ايه؟ انا لسه حاليا انت بتكلمني لسه خارج من الملعب ما كملتش 3 دقايق يعني. ما بتقفلوش يا كابتن ياسر 12 شهر فاتح على طول ولا ايه؟ لا لا على طول. تعهدنا من واحنا لاعبين الحمد لله. أول سنة السنة دي نبدأ بمسابقة كأس مصر درجة أولى صح؟ صح. تغيير إيه اللي حصل؟ ليه التغيير ده؟ إيه عشان دورة الألعاب الأفريقية في آخر 8 وطبعا فرصه لجمع المنتخب المصري مفيش فتره يمكن لسه بنقول مفيش معسكر مفيش فتره اعداد طويله فعشان الاسماء لازم تسلم اللجنه الاولمبيه في موعد اخطاء 30/8 فتعتبر بطوله الجمهوريه اخر تيست اخر تجربه للرجال وسيدات مصر اللي مشاركين في البطوله الافريقيه ان شاء الله اللي هتكون في المغرب. فعشان كده بداوا بيها بالدرجه الاولى يعني طبعا عشان نلعبها في شهر 10 طبعا ما ينفعش نبقى جايين من بطوله افريقيه ونلعب بطوله جمهوريه فعايزين الهرم طبعا تصاعدي فعشان كده بدانا او الاتحاد بتاعنا بدا بالدرجه الاولى. يعني دي اخر تجربه قبل السفر للبطوله الافريقيه، يعني الارقام دي هم اللي هياخدوا عليها يسفروا عليها البطوله الافريقيه. بالظبط. برضه من غير معسكر صح؟ برضه من غير معسكر صح؟ يعني معسكر في النادي. قول لي شايف البطوله الافريقيه اللي جايه شايفها ازاي يا كابتن ياسر؟ والله احنا طبعا انا شايفها ان احنا كمصر بنحقق مراكز متقدمه في بعض المسابقات اللي هي زي الرمي والوزن في بعض المسابقات الاخرى اللي هي الجري احنا بعيد عنها شويه لان بطبيعه معسكر افريقيا طبعا بيشاركوا وثانيا ان انا يعني انا طلعت الحمد لله البطولات الافريقيه اللي فاتت في منتخبات بتشارك باعداد رهيبه على سبيل الحظ يعني او اسف المثال للحظ يعني مثلا منتخب اثيوبيا كان مثلا مباراه طلع 96 لاعب ولاعيبه داخلين ما شاء الله عرض كتير قوي كابتن كتير قوي احنا كنا مشاركين بحوالي 11 او 13 لاعب ولاعيبه فطبعا فرصتهم للحظ مزيات اكتر اكبر مننا وارجع اقول برضو لان نقص الامكانيات اللي هي نقدر نشارك بعدد اكبر دي طبعا يعني
يعني اللي عايزه بقى مش طبعا مش دور بدناش تبقى فيها الاستاذ المسؤول في الوزاره واللجنه الاولمبيه، ان العاب القوى لو ادينا شويه دعم اكثر هنقدر نحقق مزيات اكثر وهنظهر على مستوى افريقيا بنسبه اكبر. اكيد اكيد العاب القوى هي ام الالعاب زي ما اتقال عليها، لكن ان شاء الله في المرحله الجايه يكون فيه اهتمام اكتر. كابتن ياسر، كلمه اخيره للابطال اللي حققوا الانجاز في البطوله العربيه. بقول لهم انتوا قابلنا النادي الاهلي وامل مصر ان شاء الله، وزي ما هم قالوا ما تيأسوش، لسه قدامكم مشوار سكه كويسه، وان شاء الله بالدعم الجديد اللي احنا بنترقاه من اداره النادي الاهلي ان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر نحقق احلامكم ونساعدكم في هذا، سواء كان على الناحيه الفنيه او الناحيه الاداريه والماليه ان شاء الله. وهم طبعا نموذج مشرف للولاد، هم ولاد مؤدبين ملتزمين في دراستهم، يعني حاجه فعلا تشرف بالذات الثلاث نماذج اللي مع حضرتك. الحمد لله كابتن ياسر، بنشكرك شكرا جزيلا كنت معانا النهارده، ودايما على تواصل مع العاب القوى اللي دايما ما شاء الله عليها حصد الدهب في النادي الاهلي، مش هنقر، وفي موسم مهم جدا بدايته ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، نتمنى لك التوفيق باذن الله انت وكل اللاعبين في العاب القوى. شكرا كابتن ياسر، ويا رب دعم دايما بيك ومعانا ان شاء الله. شكرا كابتن، اتفضل. المرحله اللي جايه في بطوله، قول لي بقى البطولات اللي جايه ايه عندك؟ عندي 20 سنه و18. 20 و18 بتنافس في ال 20 ولا ال 18 هي البطوله الاقوى؟ لا بنافس في ال 20 وبرده ال 18 في منافسه برده. مين اللي بينافسك في مصر يعني؟ المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية هي اللي بتنافس في مصر، ما عندكش تاني؟ هم دول اللي هم بتنزل دول هم انت اقوى ولا ايه النظام؟ قول لي بس عشان ابقى عارف. يعني هو هم بيكسبوا ساعات واحنا بنكسب ساعات. تمام. روان قولي لي مين اللي بينافسك في داخل مصر؟ في اقول اسماء عادي؟ قولي اسماء، قولي نوادي، ما فيش مشكله خالص. 20 سنه ريما ورنا من نادي. ريما من النادي. من النادي. رنا بقى من الجيش. ريما احمد عبد الله؟ صح كده. انتوا بتلعبوا نفس المكان. تمام. في ال 18 يعني بفضل الله، يعني انا الحمد لله اول، يعني اول. شايفه المنافسه في مصر محصوره شويه؟ مش شايفه ان في قاعده كبيره بصراحه؟ بصراحه يعني عايزه ايه؟ عايزه تكوني تنافس اكتر شويه، عايزه تقولي للناس يا جماعه لعيبوا البنات العاب القوه عشان يبقى في تنافس اكتر؟ طبعا. تقول لهم ايه من انك بطله كبيره؟ تقول لهم ايه؟ اقول يعني ان دايما بيفتكروا ان الالعاب القوى عموما ما ينفعش ان بنت تلعبها، مش لعبه بنت، لا خالص، هي لعبه كويسه جدا ومش بتاثر خالص يعني. وبتمنى طبعا ان يبقى في منافسه يعني ان شاء الله. اكيد التواصل على السوشيال ميديا ده شيء مهم بيننا وبين بعض. في جمهور بيتواصل معاكي؟ بتلاقي حد بيديكي سبورت من خارج الاسره العاب القوى، ولا لسه ما وصلناش للمرحله دي؟ في صحابي بيدوني سبورت ليا جامد بجانب اهلي طبعا وكباتن كتير. ايه احلى تعليق جالك؟ احلى تعليق جالك في بطولة كسبتيها؟ الف مبروك يا بطلة، ودايما ان شاء الله رافعة راية مصر وفخر العرب. فخر العرب ده محمد صلاح بقى داخلين كده يعني كده احنا داخلين في حته ثانيه يعني. اكيد السوشيال ميديا بتديك سبورت برضه. غير يعني زمان كان الجرايد، كنت انا زمان على ايدي افتح جروان الاقي صورتي او جون مبسوط، دلوقتي على السوشيال ميديا لو حد كتب لك كلمه بتديكي باور. بتديني باور فظيع، يعني مثلا حد انا هاخد بطوله والاقي مثلا ستوري او سوشيال ميديا زي اي بيج بتنزل صوري، لا ببقى مبسوطه جدا. شايفه روان، شايفه الاعلام المصري مش مدي العاب القوى حقها بصراحه؟ حقيقه ما فيش دعم يعني. ليه؟ دايما الكوره طبعا هي اللي واخده حظها اكتر يعني. بس قناه الاهلي مش واخده النصيب الاكبر. لا العاب القوى تمام بصراحه يعني. بس يعني دايما بشوف ان الدعم للكوره بس. عايزه تقولي كلمه للاعلام المصري انك بطله ومحتاجين الدعم ده؟ ان انا محتاجه فعلا دعم لعاب القوى عموما، مش انا بس، كل اللعيبه عموما، عشان فعلا لما هنحس بالدعم ده هنبقى افضل يا رب باذن الله. احمد اكيد عندك هدف في حياتك عايز تحققه، ايه الهدف اللي انت عايز تحققه في المرحله اللي جايه؟ نفسي اخد اول وابقى بطل عالم قريب ان شاء الله. ها بعد كام سنه؟ دي قالت 3 سنين، شاهيناز قالت لي 3 سنين، انت بقى كام سنه؟ الكابتن المفروض هو اللي يحدد مش انا. لا انت لازم تحدد، انت تكون حاطط تارجت لنفسك، التارجت شايفه كام سنه؟ شايفه بعيد، شايفه قريب، شايفه 4-5 سنين، 6-3، شايفه قد ايه؟ ممكن مثلا بعد 4 سنين. بعد 4 سنين، عايز تبقى بطل عالم بعد 4 سنين، انت عندك 22 سنه. شايف ده نقدر نحققه ازاي؟
معسكرات طويله شويه، تسافر بره، يعني ايه المطلوب؟ تمرين فتره صباحيه مسائيه ومعسكر، ولازم اتعب واحاول عشان احقق حلمي. يا رب باذن الله احمد تحقق حلمك. شهناز، قولي للبنات اللي بيسمعوكي دلوقتي كلمه عشان يجوا يلعبوا في العاب القوه، تقول لهم ايه؟ قال لهم ان العاب القوه يعني لعبه جميله جدا وفيها يعني فيها مهارات كتير يعني، ويجوا ممكن حد فيهم يكون عنده مثلا ميزه في جري، في رمي، في اي حاجه ويكتشف نفسه لما يجي يتمرن ويجربها يعني، ما يخافوش. اذا لعبه بتطلع عضلات هيكون شكلي مش بنت، لا ما تقلقيش، لا ما تقلقش خالص. يعني لعبه جميله، ولما تشوفي نتائج تعبك هتنسي الكلام ده، هتنسي خالص خالص. يعني لما تلبسي الميداليه بيكون شكل مختلف. بحس انا بجد يعني بكون تعبانه طول الموسم ومشاكل وحاجات، اجي البس الميداليه والمنصه وناس التتويج هنا او بره، لا خلاص انا يسقفوا لك، دي حاجه ثانيه، تنسي كل حاجه، حاجه ثانيه فعلا خالص. يعني تبقى بحس تعبي ما راحش على الفاضي. احمد، قول لي احمد، مين بيدعمك ويوديك النادي ويجيبك وانت كنت صغير؟ مامتي بتدعمني ونفسها ابقى حاجه حلوه يعني ان شاء الله. تقول لها ايه على الهوا دلوقتي؟ بقول لها شكرا على دعمك وبحبك يا ربنا يكرمك يا رب. يعني بكده فعلا معانا ابطال مهمين جدا ان شاء الله يكونوا في المرحله اللي جايه، يعني يحاول مصر والنادي الاهلي ميداليات كثيره جدا. اكيد روان تقولي كلمه اخيره ولا كده خلاص عشان نختم؟ ها، لا عايز تقولي اي حاجه؟ انا عايزه بس اشكر مدربيني. اشكر مدربي جدا جدا بجد، وقف جنبي جدا يعني، وهو طبعا بفضل الله ثم هو بصراحه يعني اشكره جدا جدا، واتمنى اللي هو كان يكمل معانا ويفضل معانا. كابتن كابتن عيد، كابتن عيد حسين. كابتن عيد حسين ده بربي اجيال كثيره يعني، كابتن عظيم بجد. بس لازم اقول لك على حاجه، هي دي حال الدنيا اكيد، واكيد النادي الاهلي لما طلع قرار في مجلس الاداره اكيد بيغير المدربين، فاكيد احنا بنسمع قراره وبنحضر. واكيد اكيد كلمه اخيره لمدربينك. بشكر طبعا كابتن عبد النعيم، تعبان معايا طول السنين دي كلها. شكل. لا والله لا اتفضل. واشكر طبعا كابتن ياسر داوود لدعمه، وبشكر كل الكباتن بتدعمني يعني بحبهم كلهم، وبشكر اهلي طبعا وبابايا، وبقول لهم بجد شكرا، وان شاء الله اكون قد ثقتكم فيا. ان شاء الله هتكون قد ثقتنا، وان شاء الله كلهم هيكونوا قد ثقتنا. في اخر حلقه بشكرهم انه كانوا معانا النهارده، وفعلا نجوم على الطريق باذن الله، هيطلعوا الابطال عالم قريب جدا، نسمع عنهم سمع خير في اخر حلقه. بشكركم والى اللقاء.